في قناة عم محمود المنجد. بس يا جماعة النهاردة معانا شغل هيوروه خش لنا عليا. عم محمود، شغل الخداديات. تمام، هنوريه لكم وهنوريكم من أول البداية لحد آخر النهاية. تمام، زي ما احنا تعودنا نوري الزبون برضو معانا من أول البداية لحد آخر النهاية معانا في الشغل. ماشي، أنا عم محمود. عم محمود عامل ايه؟ الحمد لله. ايه نظام الشغل اللي معاك النهارده؟ نظام الشغل ده كان بلدي وبنعمله ركنه. ده كان بلدي؟ بنعمله ركنه. ركنه اوضه. بتعمله ركنه اوضه؟ بدل ما مش عايز اتكلم ده اللي انت اتكلمت عليه مع محمود امبارح؟ ده اللي انا كنت يعني اللي انت فصلت فيه امبارح. ده اللي فصلت فيه؟ وديني شغال فيه النهارده اهو. تمام. دوت ده كده الزبون عنده قطن بدل ما يرميه ويخسر فيه فبنعمل له ركنه. ايوه يا اسطى، ماشي. من نور اقول لكم اهو اهو الباب من جستاي من اوشن وورد. عايزين نوقف البتاع ده عشان وقت الطبع التصدير. انا بقى ماشي الوقت بتاع ده هذا ما انتوا شايفين الشغل قدامكم اهو. بيعمل تشطيبات جبسن بورد. بص ده نجار. بيعمل كل حاجة. بص النجارة اللي عاملها عم محمود. بص شوية البناء اللي عاملها. خلاص اشتركوا معايا لو عايز تشتركوا. احنا عايزين نعمل كده. ما كلنا مع بعض بقى. ما هو الراجل بيجيب لنا شغل برضه. فين هو مشي؟ لا عايز الصور. ما عايز الصور. لا انا عايز اوريك الباقي. بص يا عم محمود. بص انا بقول لك صور يا عم محمود. ايمن معانا اهو. نور يا استاذ ايمن. حبيبي بس. بص التجهيزات دي. طب ماشي خلينا احمد يخش عليه. بص يا احمد. هبعت لك الفيديوهات دي كلها. دي تشطيبات شغل. جبسن بورد وخشب وكل. اعمل بس هو انا معلش اخلصها. انا خلصت. انا خلصت. لا مش Thank you.
شكل المبرمات. من بدايتها لنهايتها ان شاء الله. الله ينور عم محمد. لها الكسوة هي كده خلصت عم محمود نركب لها الكسوة صح؟ بعدين الخياطة هوريها لكم كمان لما تخلص اهي قدامكم. شو سريع اصلا انت لازم تقيسها ليه يا اسطى؟ لازم نقيسها عشان نسلم شغلنا بالمقاس. الزبون هياخد حاجته من هنا ها؟ ما ياخدش حاجه ناقصه ولا حاجه زياده. ياخد شغله بالمقاس. شغل
زرع قدام كورما. دي كده الشغل بتاعها خلص، وده المنظر النهائي بتاعي. بأكد عليها تاني، بس ده هي المنظر النهائي. بقول لك المنظر النهائي بتاعها شوية كده بس وبعد عادي. ماشي خشي تشتركوا في القناة بقى، اشتركوا في القناة. عرفتيها؟ عرفت اسم القناة؟ محمود قناة عم محمود المنادي. جبتكوا فلوس؟ ما بهزرش، جبت فلوس. لو دخلت 5 مشتركين بتاخد رصيد. لو بيفكرينه بيضحك. زي ما انتوا شايفين اهو معانا الباشو دي خلصت اهي. ما انتوا شايفين ده الشكل اهو ما بنقولش. بتتكلم عن نفسه؟ بص بتتكلم عن نفسه. اه طبعا شغلنا بيتكلم عن نفسه طبعا. ما انتوا شفتوا كده ايه؟ قال ايه لما بتكلم عن حاجات حلويات اهو. بص زي ما انتوا شفتوا يا جماعه ده الشغل بتاعنا اهو قدامكم ان شاء الله. هو اكبر الله ينور الله ينور بصراحه. شوف الشغل الله ينور الله ينور عليكم يا محمد. خلصوش تعملونا في القناه بالله يخشوا.